كنت أعمل كمدرسة متطوعة بمحافظة الحديدة أولا، أدرس متطوعة لمحو الأمية بالمحافظة. بعد الحرب يعني دمر كل شيء وخافوا الناس، ورجعنا نزحنا من محافظة الحديدة، جينا لهنا محافظة سيون. أركان الإسلام كم؟ يعني ما قدرت أجلس هكذا بدون أشوف النسوان هون يآنون وذي، قلت لهم يلا نعمل لنا نفتح لنا فصول دراسية وندرس. طبعا جمعنا فلوس واشترينا طبق السبورة واشترينا المعالم وبدأنا في التدريس. يعني قدرنا 3 سنوات وإحنا ندرس على هذا الحال. طبعا الواحدة تكون مشغولة الصباح، ما يمديهاش تشتي تجهز ولادها للمدرسة، تشتي وتشتي وتشتي، لذلك ما تقدرش انها تجي. ولكن العصر يكون المرأة فاضية، خلاص خلصت شغل بيتها خرجت، بدل ما تروح تعمل لها لفات على الجيران وعلى الكلام في اللي ما فيهش منفعة، تخرج تجيب لها يعني تتعلم علم افضل لها. الطبيعية طبعا لبن الأم هو جاهز ومعلم مناسبة للطفل. طبعا في البداية بدأنا الدراسة ندرس، كنت أعلمهم قرآن كريم، احنا كنا نبدأ قرآن كريم وأحرف قراءة وكتابة أحرف، والتعليم على كيف تشبك تكون كلمة، وبعدها رياضية ثقافة عامة. درسنا قرآن، درسنا قراءة، درسنا رياضيات، درسنا المواد كلها، والحمد لله اليوم تمام. يعني أعرف أقرأ وأكتب، أول مرة بديت كان ما أعرفش لا أقرأ ولا أكتب، اليوم الحمد لله بعد ما درست معها الحمد لله اليوم أقرأ وأكتب. كان يعني الأولاد ما نعرفش نذاكرهم ولا شيء، ودح الأستاذ سعدين بعد ما درسنا الحمد لله نذاكر عيالنا، نذاكرهم القرآن رياضيات، كل حد لله استفدنا منها. لكن الرضاعة الطبيعية الخالصة يجب أن تكون للطفل 6 أشهر بعد الولادة، صح ولا خطأ؟ عندي في حدود 70 طالبة. أيوة. ورجعنا يعني ما فيش دعم، ما فيش كتب، قالوا ما ندرس ما نحفظش. بعض الطالبات ما يستوعبونش إلا بكتاب تذاكر فيه، كتاب تحل فيه الواجبات، لأنه هكذا الدراسة طبعا. بطلوا يعني الأكثرية بطلوا، دحين قد باقي معي 50 طالبة يدرسون، أما 20 فلت الدراسة بسبب قلة الإمكانيات. ما فيش الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أداء مناسك الحج، رددوا بعدي، إقام الصلاة. ما نقدرش يعني المكان ما هوش واسع، يعني كل واحدة تكون بجنب الثانية، ويكون زحمة الفصل، يكون زحمة مليان إلا في السبورة بس، هني واقفة عليها الأستاذة سعدية. طبعا الصعوبات اللي تواجهنا يعني قلة الأم، فيش مكان ندرس فيه اللي تكون خيمة، والخيمة هي تكون سكن لي والأولادي، في يعني شيء يجلسوا يرتاحوا في البيت، ما لذلك ما أقدرش، أضطر إلى أن أخرجهم من الخيمة علشان تدريس. يعني هذه الأيام مع الحروب ومع المشاكل حق البلاد، فالحمد لله لأن احنا قدرنا أننا نجيب هذه المبادرة الصغيرة. طموحاتنا نتمنى يعني توفروا لنا مدرسة للأستاذة سعدية، ماشي معها مدرسة فصول، 2 فصول، فصولين، 3، عشان نتعلم فيها. أتمنى أن نكون عندنا فصول دراسية للطالبات وتشجيع الطالبات وتحفيزهم، بيتطور الدارسات، يعني احنا بأنفسنا بيكون عندنا الرغبة من بتأدية الواجب، يعني مع التحفيز مع التشجيع
وبنحصل مدرسات ما شاء الله، في مدرسات بيدرسون يعني. أنا حاسة لأنه لفي فصول دراسية بنكون أفضل من هذا الوضع الراهن. والأستاذة سعدي والله ما تكسر معنا، يعني درسنا مجاني ما فيش معها لا مسموح لا راتب ولا شيء، يعني درسنا كذا متطوعة والحمد لله علمنا الفعل الخير وللتعليم. طبعا وهبت عملي لوجه الله تعالى، نشتي بس نعلم الطالبات، في شيء راتب يا حبذا ما فيش، العمل هو خيري والوجه الله تطوع. طبعا لن تكون هذه الخيمة مقراً للدراسة، حيث الإنسان قرر إقامة فصول مكتملة لتعليم القراءة والكتابة، وحتى لا تبقى سعدية المعلمة الوحيدة. مبارك عليكم نجاح مشروعكم. صراحة لا أستطيع أن أعبر عن شعوري بهذه الفرحة العظيمة التي قمتم بالمبادرة بها من حيث تشجيعنا وتحفيزنا من أجل هذا العمل، فهذه فرحة عظيمة جدا لا أستطيع وصفها طبعا بأي شيء، ولكن أشكر كل من ساهم في هذا المشروع وعلى رأسهم قناة بلقيس وكذلك مؤسسة توكل كرمان. أشكركم شكرا جزيلا.
اليوم احنا الحمد لله فرحتونا بحيث انكم اهتميتوا بالطالبات واهتميتوا بامهات المستقبل بالجيل القادم ان شاء الله، لان اذا تعلمت الام بيكون الطفل واعي ومستوعب. احنا الحمد لله رمينا ذيك البذره الصغيره في ذيك الخيمه، والبذره بعون من الله وعون منكم وجهود منكم هذه البذره انبتت واصبحت الحمد لله شجره، ونحن الان نقطف ثمار هذه الشجره. نشكر برنامج حيث الإنسان الموسم الخامس ومؤسسة توكل كرمان على ما قدموه لنا من فعل خير وبناء هذه المدرسة، ونشكرهم على اهتمامهم بالأمهات وبالطالبات محو الأمية بشكل عام. والله شعورنا يعني الحمد لله ما كناش متوقعين لهذه الدرجة ان احنا نوصل لهذه الدرجة. بدعنا من البداية كنا ندرس بالمخيمات، احنا فعلا ما درسنا شيء من مرة فبدعنا نتعلم، وهذه السنة يعني شعورنا كبير بالمدرسة كأن احنا ولدنا من جديد، والحمد لله شكرا لهم، شكرا على هذا النعمة، شكرا على هذا الخير. Thank you.